خالد القحطاني احول لك الاسئله الفنيه اللي طرحت في نقطه نظام. اي واحد فيهم مثلا يتكلم عن هتان وعبد الفتاح، المقارنه بينهم وكيف هتان يلعب، هذه واحده. والسؤال الاخير، انا اتمنى يا بدر ان احنا نتعلم من تجربه مارفك، ان احنا ما نصنع الضغوط على منتخبنا من عدم. المدرب له رؤيه وله منهجيه وله اسلوب. عبد الملك خيبري ما كان يشارك مع الهلال، مع ذلك كان يحرص عليه فان مارفك، وحدود ثلاث اربع اسماء ما كانت تشارك في المنصور الحربي مثل حسن معاذ ايام الفيحة، كانت تفقد مراكزها الاساسيه، لكن مع ذلك مارفك كان يعتمد عليها. مو بشرط اللاعب اللي يشارك بشكل اساسي هو اللي يشارك في المنتخب، الاهم من يطبق فكر المدرب. بالمناسبه على طاري الكابتن عبد الله الحمداني اللي هو مهاجم نادي الشباب، المهاجم تقريبا الاوحد في منتخبنا اليوم، اعتقد عبد الله عنده رؤيه ممتازه جدا. عبد الله متميز دائما في ان يكون نقطه تحول للكره، وانه يحول الكره على الطرفين. شفنا هذه الكره في تسديده عبد العزيز البيشي، شفناها في كره سالم الدوسري، ولكن يحتاج الى جراءه اكثر على المرمى. بحكم عمره الصغير منطقي جدا ان يتدرج بالمستويات والامكانيات، لكن اعتقد ان هارون كامارا وعبد الفتاح ادم عندهم تجربه تكفل لهم ان امكانياتهم تتفوق عليه ولو بشكل بسيط. خلنا نروح